ثلاث أبراج ستعيش لحظات السعادة والمجد خلال موسم الميزان، فهل برجك ينتمي إليهم؟ كل موسم يملك ما يميزه عن غيره، ولكن ما يميز موسم الميزان عن غيره هو تزامنه مع الانقلاب الخريفي، ولا يوجد ما هو أكثر سحرا من ألوان الخريف وبرودته وانتعاشه. كل الأبراج ستختبر السحر هذا ولكن بدرجات متفاوتة. كما هو معروف التأثير ليس نفسه، فكل برج يتفاعل مع طاقة البرج الآخر بطريقة مختلفة، وعليه فالتأثير يا إما يكون سلبيا أو يكون إيجابيا. وحتى الأبراج التي تتأثر بشكل إيجابي فهذا التأثير قد يتفاوت، ففئة ستنعم بكل ما هو رائع ومثالي. فمن هي الأبراج التي ستحظى بموسم ميزان مثالي فيه الكثير من السعادة والمجد؟ أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي النجوم. أحبتي يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. على رأس القائمة برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء من 21 مايو أيار إلى 21 يونيو حيزوران. حان الوقت للابتسام أيها الجوزاء، لأن الفترة القادمة هي فترة نجوميتك المطلقة. موسم العذراء لم يكن سهلا، خصوصا وأنه خلال موسم العذراء تم تحفيز البيت الرابع، والذي هو بيت العائلة والأسس العاطفية، ما جعلك أيها الجوزاء تعيش فترة من العزلة وتبالغ في التفكير في كل شيء. ولكن حان الوقت للمضي قدما، لأن ما هو قادم منعش وجميل. وفي الواقع يمكن حاليا النظر إلى موسم العذراء من زاوية مختلفة، واعتبار بأنه كان فترة للحصول على الراحة التي ستساعدك حاليا على القيام بكل ما عليك القيام به. الشمس خلال موسم الميزان ستحفز البيت الخامس، والذي هو بيت الحب والإبداع والشغف، وعليه الشخصية الاجتماعية التي تحب المرح والفرح والاختلاط الاجتماعي هي التي ستكون المسيطرة خلال الفترة القادمة. وهذا معناه أن الجوزاء سيجد السعادة في الحب وفي العلاقات الاجتماعية وفي الحياة المهنية أيضا. ثانيا برج الميزان. مواليد برج الميزان من 23 سبتمبر أيلول إلى 22 أكتوبر تشرين الأول. عيد ميلاد سعيد للذين ينتمون إلى برج الميزان. الطاقة طاقتكم والموسم موسمكم. موسم العذراء كان مزعجا للميزان بكل المعايير، وذلك لأنه تم تحفيز البيت الثاني عشر، والذي جعله في مزاج للعزلة، ناهيك عن واقع أنه وطوال الفترة الماضية كان قاسيا جدا على ذاته من خلال النقد المبالغ في الذات. ولكن حان الوقت لتنفس الصعداء، لأن الشمس عادت إلى البقعة نفسها التي كانت فيه حين ولد برج الميزان، وهذا يعني مرحلة من ولادة جديدة، وبالتالي فرصة للبدء من جديد والانطلاق نحو ما هو أفضل. الميزان سيعيش الكثير من مشاعر الطاقة، وسيكون هناك الرغبة بعيش حياته بأفضل طريقة ممكنة، ما يعني أنه سيستغل حركة الكواكب والتي هي لصالحه حاليا من أجل البدء بما يبشر بكل ما هو جميل. والأفضل من هذا كله، سيشعر بأنه عليه أن يمنح نفسه الحب الذي يستحقه. الشمس، عطارد وفينوس كلها إلى جانب الميزان خلال الفترة المقبلة. نتمنى لك أياما جميلة أيها الميزان، وعيد ميلاد سعيد. ثالثا برج الدلو. مواليد برج الدلو من 20 يناير كانون الثاني إلى 18 فبراير شباط. لقد تمكن الدلو من تجاوز مرحلة البيت الثامن، والذي هو بيت التغيرات والتبدلات، وعليه فإن الفترة الماضية كانت حافلة بالكثير من مشاعر التوتر والقلق،
موسم العذراء كان منهكا جدا على الدرب، وذلك لأن كل شيء كان مضخم، وكان يجد نفسه يركز بشكل كبير على عيوب نفسه والآخرين من دون امتلاك القدرة على رؤية الحسنات، وهذا ما ضاعف التوتر كما أنه ألحق الضرر في بعض العلاقات. ولكن الخبر الجيد هنا، الشمس تحفز حاليا البيت التاسع الذي يحمل رمزية فيها الكثير من التفاؤل، وذلك لأنه بيت التوسع والفرص الجديدة، وبالتالي موسم الميزان هو تذكير للدلو لما هو عليه. وما سيجعل الميزان موسما مثاليا أيضا هو واقع أن الدلو حاليا في عنصره، وذلك لأن الميزان هو برج هوائي أيضا. ما سيحدث خلال الفترة القادمة هو لمحة عما تحمله السنوات المقبلة للدلو، ما يبشر بالكثير من الخير والسعادة والهناء. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.